هتتكلموا نعيشوا في المزرعة، هاتي بكرة تعيشوا في المزرعة، هاتي غنى تعيشوا في المزرعة، هاتي دجاجة تعيشوا في المزرعة، هاتي قطة تعيشوا، هاتي حصان يعيشوا في المزرعة، هاتي بطة تعيشوا في المزرعة، هاتي قطة تعيشوا في المزرعة، وهذا؟ وهذا حمار يعيشوا في المزرعة. إذا ما هي الحيوانات التي كانت موجودة في مزرعة جدي؟ كلب، بقرة، وغنمة، ودجاجة، وحمار، وقط، قط، كلب. كلب. طيب، ما هو هذا صوت هذا الحيوان؟ صوت الحيوان، هل صوت البقرة؟ ما هي صوت البقرة؟ ما هو صوت البقرة؟ صوت الغنمة، ما صوت الدجاج، كو 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 كو، صوت الحصان، صوت البطة، واك واك واك، صوت البسي، القطة.